بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في دروس تعليم لغة السي شارب. سنكمل اليوم ما بدأناه في المحاضرة السابقة والخاصة بالجزء الثاني من الكنترول ستيتمنت. شرحنا في الجزء الأول كيف يتم التعاون مع جمل الإف إلس والإف إلس ومتداخلات نستد إف إلس. في هذه المحاضرة سأقوم بشرح كيفية استخدام سويتش ستيتمنت. السويتش ستيتمنت تبدأ بفحص الكود أو الشرط الذي لدينا في الإكسبريشن. إذا كانت القيمة التي سنقوم فحصها، طبعا القيمة هذه قد تكون بوليان أو قد تكون انتجر كاركتر سترينج وغير ذلك، شرط الفحص نكتبه داخل السويتش. سيقوم فحص هذا الشيء، إذا كانت قيمته كيس 1 هي الحالة الأولى، قم بتنفيذ الأكواد الخاصة بالبلوك الأول ثم انتقل إلى آخر برنامج. وإذا كان قيمة الإكسبريشن الذي لدينا يساوي الكيس 2، تقوم بتنفيذ الكود والمجموعة الأكواد الخاصة بالبلوك 2 وبنفس الطريقة في كيس 3 وإلى ذلك. في الأخير لدينا الديفولت كيس، الحالة الافتراضية إذا لم يتم تنفيذ أي من الحالات أعلى، يتم تنفيذ الديفولت كيس وإنهاء البرنامج في جميع الحالات. طبعا نحتاج مع كل كيس إلى إجراء بريك لكي لا يتم عمل فلو إلى بقية الكيسات. سأقوم بشرح مثال بسيط على هذا الشيء. سأنشئ مشروع جديد في فيجوال ستوديو، create new project على الكونسول ابلكيشن. سأسمي هذا المشروع كنترول ستيتمنت 2 واضغط على اوكي. يتم انشاء هذا المشروع. كأبسط انواع الامثلة على السويتش ستيتمنت، ما نريد ان نقوم بفحصه سأطلب من المستخدم ان يقوم بادخال عدد محصور ما بين الواحد والثلاثة كإدخال أعداد رقمية، وإذا كان مثلا الرقم الذي قام بإدخاله الرقم واحد يقوم بكتابة ناتج هذا العدد كقيمة نصية، أي تحويله إلى ما يقابله كقيمة نصية. سأقوم أولا بطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال القيمة، وبالتالي سأحتاج إلى console.WriteLine. هذه الرسالة التي سأقوم بظهرها للمستخدم. Please enter a number between 1 إلى 3، ما بين الرقم ما بين عفوا الواحد والثلاثة. بعد ذلك سأعمل console.readline، كما تعلمون أنها تقوم بإدخال قيمة من المستخدم. القيمة التي سأدخلها سأخزنها في متغير من النوع integer، فبالتالي سأكتب integer number يساوي، وسأقوم كما شرحنا بعمل تحويل integer دوت بارس، تحويل هذه القيمة النصية إلى قيمة رقمية لكي يقوم بعمل الفحص المناسب لها. بعد ذلك ستصبح لدينا الآن قيمة القيمة التي سيدخلها المستخدم مخزنة في المتغير نمبر. سأقوم بإجراء جملة السويتش عليها. السويتش لكي نبدأ معها نقوم بكتابة سويتش ثم نفتح قوسين. في هذا المكان نكتب الإكسبريشن أو الشيء الذي سنقوم بإجراء الفحوصات عليه. سأقوم بإعطائه قيمة الرقم، افعل السويتش لهذا الرقم ثم افتح قوس وأغلق القوس الخاص بالسويتش. داخل القوسين الخاصين بهذه السويتش سأقوم بإجراء مجموعة من الكيسات. الكيس هي الحالة التي سيقوم بالمرور عليها، مثلا كيس إذا كان 1 ثم أضغط على Shift مع سيمي كولون ليقوم بكتابة نقطتين فوق بعض. إذا كانت الحالة الأولى قم بكتابة رسالة للمستخدم console.writeLine مثلا مباشرة 1 أدخلت الرقم 1، ثم بعد ذلك أحتاج إلى إجراء بريك لكي يتم إنهاء هذه الكيس. بهذا الشكل يكون قام بعمل سويتش للرقم وفحصه مع القيمة الأولى. ستلاحظون هنا أننا قمنا بعمل سويتش للرقم وهذا نوعه من النوع انتجر. إذا كانت قيمة الرقم قيمة نصية سأقوم بوضع هذا الكيس ما بين دبل كوتيشن لكي يتعامل معه بشكل صحيح. فبالتالي يكون هذا الكيس يتم أنواع البيانات التي يتم مقارنتها فيها بناء على نوع السويتش الذي قمت بالعمل إجراءه. إذا كانت كاركتر قم بكتابة سينجل كوتيشن بهذا الشكل. لدينا الآن في مثالنا أن القيمة التي نعمل لها سويتش من النوع انتجر، فبالتالي يحتاج إلى قيم رقمية. هذه كانت الكيس الأولى، ثم بعد ذلك تأتي الكيس الثانية
case2 بنفس الطريقة console.writeline2 ثم break case3 console.writeline3 ثم break. كما قلنا أن المستخدم سيقوم بإدخال قيمة محصورة ما بين الواحد والثلاثة، فبالتالي سأحتاج إلى case 1 2 3. ثم بعد ذلك تأتي الكيس الافتراضية، إذا لم يتم إذا قام فحص الشرط switch للنمبر ولم يكن العدد المدخل العدد واحد ولم يكن العدد اثنين ولم يكن العدد ثلاثة، سأحتاج تالي إلى الديفولت كيس، وهي اختيارية ليس إجباري أن أقوم بكتابتها ولكن يفضل أن تكون موجودة في البرامج لديكم. ديفولت إذا كانت قيمة غير القيم التي في الأعلى، سأقوم بعمل console.writeLine رسالة عادية wrong entry إدخال خاطئ، ثم بعد ذلك break بهذا الشكل. طبعا إذا عملتم على الفيجوال بيسك ليس إجبارين أن نقوم بكتابة البريك يتعرف عليها مباشرة، ولكن هنا في السي شارب إجباري أن نقوم بكتابة بريك مع كل كيس حتى الديفولت كيس. بهذا الشكل إذا قمنا بإلغاء البريك منه سيقوم بظهر رسالة control cannot fall through from one case to another، أي لا يمكن الانتقال من كيس إلى أخرى، فبالتالي سأحتاج إلى إجراء البريك، وهي الخاصة كما قلنا إذا تم تنفيذ مثلا الكيس الأولى سيقوم بطباعة الرقم واحد ثم ينهي هذه الكيس، ثم ينهي عفوا السويتش بأكملها يعمل بريك، فبالتالي لن يقوم بالدخول على باقي الكيسات إذا تحقق الكيس الذي في ما قبله وهي الكيس الأول. إذا قمت الآن بتنفيذ هذا المشروع سنلاحظ ما الذي يحدث، يطالبنا الآن بإدخال رقم كما هي هذه الرسالة التي قمنا بظهرها، أدخل رقم ما بين الواحد والثلاثة، قمت بإدخال العدد واحد ثم أضغط على إنتر، سيقوم الآن بمعالجة الرقم واحد في هذا المكان سويتش للرقم ووجده أنه واحد، سيمر على الكيس 1 وسيجد أنه تحقق الشرط الخاص به وسيقوم بكتابة 1. تم تنفيذ البرنامج ولكننا لم نقم بكتابة الدالة الخاصة بتثبيت الشاشة، أي أنه قام بتنفيذ هذا الكود واختفى، فبالتالي سأحتاج فيه آخر المشروع console.readLine بهذا الشكل. الآن إذا قربنا بتنفيذ هذا البرنامج مرة أخرى بعد إضافة الدالة يطلب مننا إدخال رقم من واحد إلى ثلاثة، قمت بضغط رقم واحد ثم إنتر، سنلاحظ ظهور رسالة 1 أي أنه قام بعمل سويتش على هذا الرقم الذي قمنا بإدخاله ووجد أنه مساوي للكيس 1 لأننا قمنا بإدخال رقم واحد، فبالتالي سيقوم بتنفيذ الأكواد الخاصة به وطباعة الرسالة 1 ثم بريك بهذا الشكل. إذا قمنا بتنفيذ مرة أخرى وضغطنا على الرقم 2 سيقوم بتنفيذ 2، أما إذا كانت القيمة ليست 1 أو 2 أو 3 مثلا قمنا بكتابة الرقم 10 سنلاحظ أنه يكتب أي أنه يمر على الشرط الأول لا يتحقق، ثم عفوا الكيس الأولى والثانية والثالثة ولا يتحقق أي منها، فبعد ذلك ينتقل إلى الديفولت كيس ويقوم بتنفيذ الأكواد الخاصة بها وطباعة الدالة wrong entry. بهذا الشكل نكون أنهينا شرح ما يتعلق بالكنترول ستيتمنت في الاف الالس ثم في السويتش في هذه المحاضرة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرات ونلقاكم على خير في محاضرات قادمة إن شاء الله.